ما عندنا. إذن صلاح الدين أبو الغالي، منسق جهوي جهة الدار البيضاء ستات، حزب الأصالة والمعاصرة. اليوم تنعيش أجواء احتفالية وعرس لحزب الأصالة والمعاصرة في إطار تنظيم المؤتمر الوطني الثالث دي نتاعو. هذا المؤتمر الأهداف ديالو أولا هو احترام القانون الأحزاب السياسية اللي هي مفروض عليها كل واحد المدة ديال 4 سنين دير المؤتمرات ديالها انسجاما مع المواثيق القوانين والقوانين. ثانيا هو ربما إعادة النظر في الهياكل التقريرية للحزب بما فيهم المجلس، انتخاب أعضاء المجلس الوطني، وكذلك انتخاب اليوم عندنا هذه الهيئة الجديدة اللي سميتها المكتب الفيدرالي والمكتب السياسي. فهذا كيمكن الحزب الأصل المعاصرة باش يغتنم هذه الفرصة ويزرع دماء جديدة أو تجديد النخب أو مناصفة بعض المناضلات والمناضلين اللي هما أبانوا على القدرة ديالهم والكفاءة من خلال الكفاءة ديالهم أنه صبحوا اليوم ناضجين بما في الكفاية باش يتحملوا مسؤولية في مراكز القرار. سيدي رشيد الراضي عن مؤتمر عن إقليم العرائش بالضبط جماعة القصر الكبير. كما كتلاحظوا التأم مناضل ومناضلات حزب الأصالة والمعاصرة لعقد مؤتمرهم الثالث في دورة استثنائية من أجل اختيار واحد أمانة جديدة ولضخ دماء جديدة كذلك في المجلس الوطني استعدادا للاستحقاقات الانتخابية المقبلة خصوصا الانتخابات التشريعية. وكما كتلاحظوا فالجو العام كيتميز بواحد الاريحيه، وكما كتشوفوا كذلك فالمناضلين كلهم حاضرين والحضور كما شفتوا الشعار ديال المؤتمر هو مغرب الجهاد في اطار الجهويه المتقدمه في اطار المشروع ديال الجهويه المتقدمه قلنا. فحزب الاصاله والمعاصره يتبنى هذا المقترح وهذا المشروع وان شاء الله نتمناو الخير للمستقبل البلد ديالنا عموما. رشيدة أنكي ممثلة عن جهة درعتا فيلالت إقليم تينغير. الأجواء ديال المؤتمر الثالث الأصل والمعاصرة كان في المستوى، دازت كل شيء الآخر الندوات والنقاش ديال القانون الداخلي في أحسن الظروف، وتم التصويت على نص القانون الداخلي والحمد لله توفقنا. دابا كنوجدوا الآخر الاختيار أعضاء اللي غيمثلونا في المكتب السياسي ديال الجهة، ونتمنى التوفيق للجميع إن شاء الله.